يقول بعض الناس عندما يقوم لأداء الوتر يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هل هذا صحيح أم لا؟ التزامه عند القيام للوتر دائما هذا بدعة، أما أن يقوله الإنسان بعض الأحيان إذا كان محتاجا للذرية، إذا كان لا ينجب ودعا بهذا الدعاء، فهذا من الأدعية الطيبة من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيدعو به في صلاته أو خارج الصلاة أو في الوتر أو في غيره. أما أن يلتزمه عند القيام للوتر دائما فهذا يعتبر من الابتداع في الدعاء. نعم.